Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بفضل ناس معكم رايان في فيديو جديد. اليوم سأقدم لكم أفضل هواتف للألعاب حاليا في الجزائر، أي في الفترة الحالية في ظل ارتفاع رهيب للأسعار. وهذه الهواتف الأشخاص الذين مضطرون أن يشتروا الهواتف في هذه الفترة، أي الأشخاص الذين لا يستطيعون أن ينتظروا حتى نهاية هذه الأزمة. وأيضا الهواتف التي ارتفع سعرها بشدة مثل الريمي 6 لن يتواجدوا في هذه القائمة، لأن الريمي 6 ارتفع سعره بأكثر من 28 سنتيم. ولكن هناك هاتف جديد سأدخله في هذه القائمة، وهذا الهاتف أيضا سعره مرتفع لكن وجود لخيار آخر له. لتتعرفوا عليه وعلى باقي الهواتف شاهدوا الفيديو حتى النهاية، ولا تنسوا لايك الفيديو، اشترك بالقناة ونشر الفيديو لأي شخص يحتاجه. وهيا نبدأ. وأول هاتف لدينا وفئة 28 حتى 38 سنتيم وهو أوبو i5s. هذا الهاتف ليس ممتاز في الألعاب لكنه جيد ويفي بالغرض في الفترة الحالية، لأن في الفترة الحالية لا يوجد هاتف ممتاز في هذه الفئة. ونصيحة لأي أحد يريد شراء هاتف أن ينتظر حتى ينخفض سعر ريدمي 9 ويشتريه. والآن نرجع إلى أوبو i5s. هذا الهاتف يأتي مع ميدياتيك هيليو B35 بدقة 12 نانومتر، أوكتا كور 2.3 جيجا هرتز، مع جسوميته باور في آر جي إي 8320. يأتي مع أندرويد 8.1 أوريو وواجهة كولر أو إس 5.2 الخاصة بأوبو. ويأتي مع 3 خيارات التخزين وهي 32 و 2 جيجا في الرام أو 32 و 3 جيجا في الرام أو 64 و 4 جيجا في الرام. أيضا هذه بطارية ضخمة بحجم 4230 ميلي أمبير، وهذه البطارية تدوم طويلا على حسب ما قالوه أشخاص الذين جربوا الهاتف. وعيب الهاتف من ناحية البطارية أنه يأتي مع مدخل مايكرو USB 2.0. أيضا شاشته تأتي بحجم 6.2 إنش بدقة HD Plus مع طبقة حماية من نوع كورنينج غوريلا جلاس 3. وثاني هاتف لدينا من فئة 38 حتى 84 سنتيم والذي هو هواوي P30 Lite. وهذا الهاتف يأتي مع مميزات جيدة جدا وأيضا مواصفات رائعة، حيث يقدم قيمة ممتازة في الفترة الحالية. فالهاتف يأتي مع معالج من نوع كيرن 710 بدقة 12 نانومتر، أوكتا كور 2.2 جيجا هرتز، مع جسوميته ماري جي 51 MP4، ويأتي مع أندرويد 9P وواجهة MIUI 10 الخاصة بهواوي. وهذا الهاتف يقدم خدمات جوجل، يأتي مع متجر جوجل بلاي ستور. يأتي مع 3 خيارات التخزين وهي 128 4 جيجا في الرام أو 128 6 جيجا في الرام أو 128 8 جيجا في الرام. ونسخة متواجدة حاليا في الجزائر والتي نتكلم عليها هي نسخة 128 و 4 جيجا في الرام، ولديها بطارية مقبولة إلى جيدة بحجم 3340 ميلي أمبير مع شحن سريع ممتاز بسرعة 18 واط. ويأتي مع مدخل USB Type-C. أيضا لدي شاشة ممتازة بحجم 6.15 إنش بدقة Full HD Plus ومن نوع IPS LCD. وثالث هاتف لدينا من فئة 4 حتى 5 سنتيم وهو شاومي ريدمي نوت 9. هذا الهاتف لم أريد أن أدخله في هذه القائمة نظرا إلى سعره المرتفع، ولكن صراحة هو أفضل هاتف في هذه الفئة من حيث المعالج وأيضا من حيث مواصفات أخرى. فالهاتف يأتي مع معالج من نوع ميدياتيك هيليو G85 بدقة 12 نانومتر، أوكتا كور 2.0 جيجا هرتز، مع جسوميته مالي جي 52 MC2. وهذا المعالج أفضل من معالج سناب دراجون 675. يأتي مع 3 خيارات التخزين وهي 64 و 3 جيجا في الرام أو 64 و 4 جيجا في الرام أو 128 و 4 جيجا في الرام، ولديه بطارية ممتازة بحجم 5020 ملي أمبير تدعم شحن سريع حتى 18 واط. ويأتي مع مدخل USB Type-C. أيضا لديه شاشة جيدة جدا بحجم 6.53 إنش بدقة Full HD Plus مع طبقة حماية من نوع كورنينج غوريلا جلاس 5. وآخر هاتف لدينا من فئة 5 ملايين حتى 6 ملايين سنتيم وهو شاومي مي 9 تي.
هذا الهاتف الذي تكلمت عنه في العديد من الفيديوهات وما زال يحافظ على مركزه، ولكنه يحافظ على مركزه فقط لأن الأسعار مرتفعة. بعد انخفاض الأسعار سيكون هناك هاتف آخر ممتاز في سعره، ولكن هذا الهاتف ما زال يأتي مع معالج ممتاز وهو كوالكوم سنابدراجون 730 بدقة 8 نانومتر أكتر كور 2.2 جيجا هرتز. معالج صوميات هو أدينو 618، يأتي مع خيارين للتخزين وهما 64.6 جيجا في الرام أو 128.6 جيجا في الرام. لديه بطارية جيدة بحجم 4000 ملي أمبير، تأتي مع شحن سريع بسرعة 18 واط ومع مدخل USB Type-C. أداة الشاشة ممتازة جدا بدون حواف تقريبا، حيث ستساعدك كثيرا في الألعاب، بحجم 6.39 إنش بدقة Full HD Plus من نوع AMOLED، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5. وفي الأخير وكما قلت لكم، هذه الهواتف فقط للأشخاص الذين مضطرون أن يشتروا هواتف الفترة الحالية، أي الذين لا يستطيعون أن ينتظروا ويريدون هواتف ممتازة وتقدم أداء ممتاز في الألعاب. ولعلمكم أخواتي، كل هذه الهواتف الأربعة التي ذكرتها في هذا الفيديو كلها أسعارها مرتفعة، فإذا تستطيعون من الأفضل أن تنتظروا حتى سبتمبر، ربما ستنخفض الأسعار. فإلى هنا أخواتي، نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا لايك الفيديو، اشتراك بالقناة، ونشر الفيديو لأي شخص يحتاجه، وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين.